تضرب الريطه فينا هو؟ يمشي يشوف دوك الدراري مرميين في الثلاجه، والدراري الاخرين باقيين تيموتوا في الحبس، الدراري كلهم تيموتوا في الحبس، كلهم كيتعرضوا للتهديم. المشكل اللي عندي ان الاخ ديالي كان في السجن في ليبيا وتشد اربع شهور ونص بسبب الهجره غير الشرعيه، وبقى تما كيتعرض للتعذيب والجوع، جميع انواع التعذيب حتى مات. ودابا فاش مات كنت كنطالب انه يترحل، فاش كان حي ما تسوقوش ليا، ملي كان باقي حي كيتنفس كنجي عندهم ديما كنقول لهم الخطابات ديال الترحيل نخلص لخويا الطياره غيجيبوه، حتى واحد ما جاوبني. ونهار مات ولاو تيقولوا لي دفنيه في ليبيا، عطاوني ورقه قالوا لي ديري موافقه باش دفنيه في ليبيا. انا ما بغيتش اختي تدفن في ليبيا، انا بغيت خويا ترحل المغرب، بغيت انا خويا يجي تدفن حدايا. صافي انتما ما عاونتونيش ملي كان باقي حي، على الاقل تكون عندكم الانسانيه. دابا فاش مات جيبوه للمغرب، بغيت ندفنوا انا في مدينتي، بغيت نلقى واحد القبر نمشي نزورو، بغيت ولادهم يوليو شويه كبروا يمشيو يزوروا قبر باهم ويترحموا عليه، يعرفوا ان باهم كاين حداهم، ماشي فين فينا هو باك مات في ليبيا وتدفن في ليبيا. واش هذاك ماشي مغربي؟ ماشي نفس ماشي دم، حرام عليهم. راه باقي منهم في الثلاجه، ما مغسلين ما مكفنين، متجمدوا بالبرد في الثلاجه، تجمدوا كرموا الحمام كرموا زراق في الثلاجه، واش ماشي حرام عليهم؟ ترى الدرجه ولا المحيطات في الانسانيه، ما عندهمش قلب هذو وزاره الخارجيه ولا ناصر بوعيطه ولا شي واحد. انت حداني خرج حدي دابا يواجهني، كنت كنصيفط ليه ديما كنصيفط ليه تليفون عامر بالخطابات، كنضل نصيفط لهنا للديوان الملكي، حتى شي واحد ما عيط ليا، حتى شي واحد ما عبرني، من غير المنظمه اللي كاينه في بريطانيا هي اللي دخلات ودارت البلبله على هاد الدراري تبانو. هاد الدراري كاينين في السجن ديال 155 اللي كيتعرضوا للتعذيب كل نهار، كيضربهم 40 واحد في النهار كيضربهم، ما كيديروا والو، وكيتعرضوا للضرب البارد ديال الحديد والتويات ديال الضوء، كل نهار كيتعرضوا للضرب، كياكلوا خبيزه قد هكا في النهار عباد الله، والما تيقعدوا ثلاث ايام بلا ما، كرشهم لاصقه، وانا عندي تصاور بغاو نوريهم ليهم ونوريهم ليهم. والله تحرام عليهم. وتقطع في الجنه الريف كنمشي كنقول ولاد كنقول ولاد.